إن كل من يضع حجرا في سبيل تشييد بناء حتى لو كان جدار صغير يمكن أن نطلق عليهم أصحاب المقام الرفيع. نفسي اشوف ابتسامة رضا على وشها هموت. بيني وبينك مش عايز اكرهها، مش عايز اكرهها. مراد اصل انت ما تعرفش عني، انا ممكن في لحظة في لحظة ممكن اتحول من الكره للحب، من الحب للكره. مش عايز اكرهها، لو كرهتها هعشطها.
شفتني وانا زربة مرات، شفتني وانا بصرخ من جواي. يا اخي كاني كان على صدري جبل، بس نزاح والحمد لله. هو ده اللي حصل يا فطوم، البي نزل امبارح على مصر وبات هناك من غير ما يقولي، ولسه مصحيش لغايه دلوقتي. انا هروح اطربق الدنيا فوق دماغه. يا بنتي يا حبيبتي استهدي بالله، تلاقي شريف بيصمم يبات هناك الليله. ايوه، ما هو شريف بيه دايما هو اللي بيصمم، وكمال ياخد اوامره من شريف، يقول له اعمل كده حاضر، ما تعملش كده حاضر. اصل كمال ده شخصيته ضعيفه وهيجنني، ده حتى ما يقدرش يقول له لا. صدقني يا حبيبتي دلوقتي حل، هتلاقيه كلمك في التليفون. ما هو اللي مجنني ان هو قافل الموبايل بتاعه، انا هوريله ازاي يروح هناك من غير ما يقول لي. يا حبيبتي حاجي على طيرك، لا يمشي ولا يرجعش تاني. انتي بتقولي ايه؟ صدقي بالله انا بحبك قوي ومليش الا مصلحتك. لا افهم بقى، ايه حكايه الخمسين فدان دول؟ لا اصلا ده موضوع حساس شوية يعني شريف. حساس؟ حساس من ناحية ايه بالظبط؟ ابدا، بس يعني نازلي برضه من حقها تأمن نفسها. حكاية عدم الخلفة دي خليها دايما متوترة ومشدودة عصبيا وبتفكر في مستقبلها بشكل. جمال انت عارف كويس قوي اني ضد بيع الارض، ومع ذلك يا اخي ربنا ادي لك طولة العمر وبعد عمر طويل، ايه بكتب لها فصيتك اللي انت عايزه، بيع وشراء يا اخي، انما دلوقتي لا. شريف مش عارف اقول لك ايه، بس عشان خاطري انا وافق على اني اديها الخمسين فدان. انا شخصيا مستعد اتنازل لك عن المية وخمسين فدان بقيت نصيبي في الارض، مقابل انك بعد اذنك يعني تخليني اديها الخمسين فدان دول. يا كمال مش قادر افهمك خالص، معقوله؟ معقوله في الدنيا حد ممكن يسيطر عليك بالشكل ده؟ ايه ده؟ عايز تتنازل عن 150 فدان عشان تراضيها؟ في حد في الدنيا يقول الكلام ده؟ ابوك الله يرحمه لما كتب لنا الارض دي باسامينا كتبها لنا بالعدل، كل واحد فينا 200 فدان، ما كتبهاش ابدا عشان نبيعها واحنا عايشين. يا شريف انا عارف الكلام ده كله والله، بس انت كمان عارف ان انا اكتر واحد بحب الارض دي، بدليل ان انا اللي طلبت اقعد فيها وارعيها. بس انت اصلا مش متخيل الضغط العصبي البشع اللي انا عايش فيه. انا تقريبا يا شريف مش عايش اساسا، نفسي ارتاح. وبعدين يعني يا الارض هتروح فين؟ ما هي قصدي في النهايه مراتي برضه. انا اسف جدا يا كمال، انت تنسى الموضوع ده خالص. اهلا يا مدام، اتفضلي كلهم على السفرة. متشكرة يا نجوى. أهلا يا نازلي، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ أهلا يا نازلي، اتفضلي اتغدي معانا. أنا عايز أفهم، لما أنت ناوي تبات هنا ما بتتكلمش تقولي ليه؟ قافل موبايلك ليه؟ أنا ما نمتش طول الليل، افتكرت إن أنت جرالك حاجة. جرى ايه يا هيام؟ هو في حاجه تضحك؟ لا ابدا ما اقصدش، بس انت متعصبه قوي. مش هينفع الكلام ده يا كمال، مش هينفع. جرى ايه يا نازلي؟ جرى ايه؟ ما تلزمي حدودك بقى. لا 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 يا جماعه، يا جماعه ما يصحش كده. نازلي اقعدي اتغدي معانا. متشكره، انا كنت جايه اطمن عليه وماشي على طول. استني يا نازلي، يا نازلي استني، يا نازلي استني بس. استني
تاني بس مش معقول كده، كلنا قاعدين بنتغدى تغدي معانا، مش هينفع يا ناجو، انا زهقت من تصرفاته، ما ينفعش الكلام دوت، ده ما بقاش يعمل لي اي حساب، يعني المفروض ان هو يقول لي او يجيبني معاه ده ما هو ناوي يجي ويبات. هو ما كانش ناوي يبات حقيقي، شريف هو اللي صمم انه يبات. يلا كلنا قاعدين على السفره، تعالي تغدي معانا بقى. لا لا ميرسي، متشكره يا نجوى، انا بس عايزه اقابل شريف، عايزه اتكلم معاك كلمتين. حاضر، يخلص غدا ويتكلم معاكي، اتفضلي. 50 فدان ايه بقى اللي انت عايزاهم دول؟ كويس ان انت عرفتي يا ابي شريف. ليه؟ هو انت كنت متصوره ان كمال هيتصرف من ورا ظهري من غير ما اعرف؟ لا انا ما قلتش كده. شريف بعد اذنك احنا هنقوم دلوقتي ونرجع لك وقت تاني نتناقش معاك في الموضوع ده، تكون رايق عن كده شويه. لا 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 لا، خليك قاعد، ده انا رايق جدا، وده احسن وقت نتكلم فيه في الموضوع ده عشان ما اسمعش سيرته تاني. حضرتك تقصد ايه؟ اقصد الكلام اللي انا قلته لكمال وهسمعه لك. مفيش ارض هتتباع، لا سوري ولا غير سوري، لا ليكي ولا لغيرك، مفيش حد هيحط رجله في الارض ولا يدخل فيها غير عيله المنستيرلي وبس. طب ما انا من عيله المنستيرلي، ولا انا غريبه عنكم؟ نازلي انا كلامي واضح، مفيش حد شايل لقب المنستيرلي غير اصحاب الارض، انا واخواتي وولادنا من بعدينا. طب انا ما عنديش ولاد، اعمل ايه؟ اطلع بره الارض؟ يعني انا ماليش فيها حاجه؟ ستي اوعدك والله العظيم اوعدك يا نظلي، ان بعد ما ربنا ياخدني عن قريب ان شاء الله، ان ما في حد من اخواتي ولا ولادهم هيطمع في قرط واحد من حقك. ومع ذلك يا نظلي علشان ارضيكي انا هكتب لك الخمسين فدان دول بيع وشراء في وصيه يبقوا حقك بعد ما اموت باذن الله. ازاي بقى؟ ما انت سامع ابيه هو بيقول بعظمه لسانه عيله المنستيرلي بس، يعني ولادهم هم اللي هيورثوها. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه المنطق الغريب اللي انت بتفكري بيه ده؟ انت فاهمه ايه؟ كمال خلاص انتهى؟ لا يا كمال، انا متاسف جدا، انا مش قادر افهم ايه المنطق اللي مراتك بتتكلم بيه ده. شريف انا للاسف بس اعزمك يلا. انا مش ماشيه من هنا يا كمال غير لما اعرف حقي فين بالظبط. كمال انا قلت كل اللي عندي. تمام كده سلطان، انا بصراحه ابتديت اقلق، كفايه اللي حصل لي قبل كده، مش عايز اخش في مشاكل تاني سلطان، انا كبرت ومش حمل البهدله مره تانيه. يا دكتور ما تقولش الكلام ده، احنا قربنا خلاص، فاضل مجموعه واحده بس ونبقى وصلنا اللي احنا عاوزينه. لا يا سلطان، سلطان انا مش مطمن. يا دكتور لا 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 لا، بقول لك قلبي مش مطمن، الحكايه دي بتفكرني بنفس الحكايه اللي حصلت لي قبل كده مع اختلاف الظروف، عشان كده انا مش مطمن يا سلطان. يا بيه ما تقولش كده، انا عارف ان العصابه بتراقبنا، بس الجهه اللي بتحمينا ماشيه ورانا خطوه بخطوه. انا لولا حبي للبلد دي ما كنتش وافقت على الموضوع ده ابدا، لان المعلومات اللي انا خدتها من امن الدوله معلومات محدوده جدا. طب استهدى بس بالله وخلينا كده مع بعض من الاول خطوه خطوه. دلوقتي الناس دول لما اتصلوا بيا كانوا فاكرين اني هتفق معاهم، وكان اللي عارضينه ما كانش قليل، وكان شرط ان انا اتعامل معاهم ان انا اتفق مع سيادتك على ان التسليم يكون عندك هنا بعد ما اتصلنا بامن الدوله. حصل ايه؟ كان الاتفاق معاهم ان احنا نسيرهم وناخد المبالغ المعروضه علينا لغايه ما يوصلوا لكل المجموعه اللي عندهم. تمام، وقابلت سيادتك المسؤولين واقتنعت؟ ايه بقى اللي بيقلقك كل شويه كده؟ مش عارف دول مين، مش عارف دول بيعملوا لمصلحه مين. سلطان انا مش عارف الناس دي مصريين ولا مش مصريين. مستحيل يكونوا مصريين. ده بتخمن ولا دي استنتاجات يا سلطان؟ شوف يا دكتور، انا قعدت اسبوع بحاله افكر في اللي بتقوله ده. مش مصريين، لا لا، هما بيتكلموا عربي اه،
لكن النظرة مختلفة كده، الروح حاجة تانية خالص. هما كانوا ثلاثة في الأول، ودلوقتي واحد بس اللي بشوفه منهم، اللي هو سالم، مش كده؟ طب ليه ما مسكوهوش وخلصونا؟ ما أنا هرجع تاني وأقول لك يا دكتور، لو مسكوهم دلوقتي يا عالم الثروة اللي هيضيعوها على البلد شكلها إيه؟ تعبت، تعبت يا سلطان. لولا ان الحكايه دي فيها جزء كبير من اسمي وجزء كبير من وجودي، ولولا اني منوط بتمييز الاثار اذا كانت اصليه ولا مش اصليه، اكيد اكيد انا كنت عمرك ما كنت هتنطقها يا دكتور. محدش ابدا يحاول يسرق عمرك وتسلم، محدش ابدا حاول ياخد زمنك وزمن جدودك وتضير وشك الناحية التانية. مش انت يا دكتور حكيم، مش انت. اهدي يا بدرية واحكي لي ايه اللي حصل. بهدلت يا ست شوقي، اتمرمطت قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. بقالي اسبوع يا اختي بلفها اسكندرية كلها على رجلي، خايفة ارجع مش عارفة اروح فين، مش عارفة لو رجعت اقول ايه لاخويا سلطان. ما تعيطيش يا بدرية، ما تعيطيش. وراح فين بقى اسم النبي حارسه خميس؟ ربنا ينتقم منه، ربنا ينتقم منه على كل اللي عمله فيا. لهوي ليه بنت، هو مش كنتوا متجوزين؟ ما تخافيش يا ست شوقي، بعد ما هربت من هنا كتب عليا على سنة الله ورسوله، ما تخافيش يا اختي. وبعد كده ايه اللي حصل يا بدرية؟ طلع بيشتغل في صالة في اسكندرية، مشغل عنده راجل، ربنا ينتقم منه. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، ما قعدت بتفتحي للزباين؟ شغلني رقاصة على الطبلة والرق. يا نصيبتي شغلتي رقاصة يا بنت. الخير كله عليا ليه؟ كان ناقصك ايه؟ كان ناقصك ايه؟ انا بعدك يا ابني، انا بعدك اضربني يا اخويا، اقتلني بس ما تعملش بروحك كده عشان خاطري. قومي قومي اتحركي قدامي، مالكيش وعد هنا. لا يا سلطان اهدى بس، بدرية مش هتمشي دلوقتي. بدك لله يا سلطان يا سلطان. خشي جوه يا بنت، تعملي شوية نعناع. تعالى اقعد. ذبحتني يا ست شوقية، ذبحتني. ما اتجوزتش بعد امي ما ماتت عشان اقعد لها هي واخواتها واربيهم. اللي سافر واللي هاجر وما فضلش الا ايه؟ كهلة وخايبة، مفيش حاجة في الدنيا فلحت فيها، لا اعلام اتعلمت ولا ايدها صبعة، وانا بقى كنت السند. ما حقوقلك يا اخويا. من يوم وليلة صحيت ما لقيتهاش، مش عارف من ايدي فين خميس الكلب ده.
طلعني يا اخو، طلعني خلاص وراح في 60 دقيقة منه لله. خلاص منك لله، منك لله. فكرت اقول لاهل الخير انها ماتت وغارت في داهيه، بس قلت عليهم مش هتصدقني. عارفهم مخه الجباره تجيب الحكايه من اولها لاخرها من غير ما يعرفوها ومن غير ما حد يقول لهم. كنت عامل حساب اليوم الاخبر ده، كتبت غلبي في قلبي وقلت سافرت وراحت لاخويا. كنت عارف انها راجعه، بس حتى الموت خساره فيها، والله الموت خساره فيها. انا ما حقوقك يا اخويا، بس انا في ارضك تسامحني وعايش خدامه تحت رجليك، هخدمك برموش عيني قدامي قدامي. معلش يا سلطان سيبها دلوقتي، انت كده لما تحس انك هديت يبقى تعالى خدها. بتشوفي انا اصلا مش في اله اليومين دول، بس رجعلك يا بدري رجعلك. والنبي لو كانت سابتها راحت مع سلطان لكان خلص عليها. انا زهقت بقى من القرف ده، انا مش فاهمه ايه اللي يخلي ماما تصمم ان بدريه دي تقعد معانا هنا في البيت. امال كنت عايزاني اعمل ايه يا حبيبتي؟ ارميها في الشارع ولا سلمها سلطان بايديا؟ صدقتي بنت غريبه، كم مره قلتلك ان باب البيت ده عمره ما اتقفل في وش حد، وكم مرة قلتلك إن أنا اتربيت مع الناس دول وكانوا زي إخواتي وأحسن كمان. بالك يا مشيرة، نص أهل شارعنا اللي أنتِ عارفاهم دول كانوا زمان شوية عيال أيتام، على عيال ضايعة ملهاش حد، اللي لمهم جدك وبقى مسؤول عنهم وفضل وراهم لغاية معلمهم وماسكهم صنعة في إيدهم. أيوة يا ماما، بس الكلام ده كان زمان. انت عارفه ان بدريه دي خبطت على بابنا في انصاص الليالي، كنت عايزاني اعمل ايه؟ ارميها في الشارع عشان تضيع في زحمه الدنيا؟ يا متعلمه يا بتاعه الجامعه. نعم نعم يا خالتي، وكان في مخها لما لما ايه؟ انت بالذات تسكتي خالص ولا كلمه. اسمعي يا اختي انت وهي، بدريه هتفضل قاعده في البيت وهنشيلها على راسنا من فوق، ومش عايزه اسمع تلت التلاته كام، فاهمين يا اختي؟ اعوذ بالله. اتقوا ربنا، اتقوا ربنا في البيت عشان يرضى علينا ويبارك لنا. خابت منك ليها. صباح الخير. صباح النور. آه، ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ اسكت يا مراد، انا ما نمتش طول الليل من الصداع. انما قولي ايه اللي كان بيحصل امبارح ده؟ لا ابدا، شويه مشاكل في الشغل. انت ايه اللي رجعك تاني؟ رجعت عشان اشوف ايه سبب الصداع اللي عندك ده. انا مش بهزر، انت مش عارفه ان الصداع ده حاله نفسيه؟ اوعى تعاملني على اني اتجند. لا لا لا، انا مش قصدي، بس انت ليه عايشه حياتك كده بدون اي هدف؟ وانت ايه هدفك بالظبط؟ انا
أنا هدفي أفتح عيادة وأعالج المرضى، يعني أعمل حاجات كتير. قول يا مراد، أنت ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ يعني ولا كان في حب؟ كان في حب، كان، بس ما اتفقناش. ليه؟ مع ان انا شايفه ان انت مستأنس جدا. مستأنس؟ ما يمكن هو ده السبب، يمكن انا مستأنس جدا. لا بجد يا مراد بجد، انا شايفه يعني ان انت ابعادك مش بطاله، ناجح في شغلك ومعاك فلوس، ناقصك ايه؟ كنت احب اقول لك يا هيام، بس انا لازم امشي دلوقتي. باي باي. خدي الفلوس دي وديها لماما ورجعي على طول، ما تتاخريش. من عيني. اسمعي، نعم. لو كمال بيه قبلك ولا حاجه ما تجيبلوش سيره انك موديها لها فلوس، مفهوم؟ ده كمال بيه ده يا ست امير القمر، هو بيتكلم خالص. اعملي اللي بقولك عليه وبلاش لماضه. حاضر يا ست. داليه فين؟ بتذاكر يا ست على الترع؟ انا مش قلت ان المذاكره هناك ما تنفعش يا ست؟ يا حبيبتي بتشم شويه هوا هناك. من هنا ورايح تفهميها ان الخروج والقعده على الترع هناك ما تنفعش، مفهوم؟ مفهوم يا ست، بس الحكايه اللي اعملي اللي بقولك عليه، ما توجعيش دماغي. حاضر يا ست. يلا روحي بقى عشان ما تتاخريش. بالاذن. عن اذنك يا ست. انا محتار يا مراد، يمكن عشان كده جيت لك بالتحديد عشان تدليني وتفهمني اعمل ايه بالظبط. انا نازله تعبانه يا بصراحة، ما كنتش عارف أراضيها إزاي. أنت مستحيل هتقدر تنجح في أي حاجة وأنت مش مقتنع بيها. أنت كمان عايز إيه؟ أنا كان عليا، أنا عايز الأرض، بحب الأرض يا مراد، بس برضه في نفس الوقت عايز ترضيها، مش كده؟ أيوه. ما لو رضيتها على حساب حاجة أنت عايزها يبقى هتعيش طول عمرك تعيس. ليه ما صممتش على رأيك؟ ليه ضعفت قدامها كمان؟ أنا ضعفت قدامها لأني بحبها يا مراد. بصراحة، السبب الأهم، السبب الأهم يا مراد إني ما قدرتش أحقق لها اللي بتتمناها أي زوجة. ما قدرتش أخليها تبقى أم. الكلام اللي بتقوله ده مش منطق. الخلفة دي بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين ناصية عايشة طول عمرها في الفيوم، وانت شخصيا كنت سعيد انها اتولدت في الارض اللي انت بتحبها. يلا بقى اللي يعمله ربنا هو اللي يكون. بقول لك ايه يا مراد، عشان خاطري فاتح انت شريف في موضوع بيع الارض ده، انت الوحيد اللي ممكن تقنعه. بتحاول يا شريف تحقق اللي كمان رغبته. هي مش الارض ارضه برضه من حقه يتصرف فيها زي ما حب؟ طبعا لا، الارض دي ارضنا احنا، ابويا سابها لنا احنا ولولادنا من بعدنا. انتوا لسه بتتكلموا في نفس الموضوع ده؟ ده انا زهقت. ما تسيبوا كمال يعمل اللي هو عايزه. انا مش فاهم، وبعدين ايه فكره ان انتوا لازم تاخدوا راي بعض في كل حاجه بتتعمل؟ عشان دايما اللي بيتصرف لوحده بيغلط. غريب، انت بتقولي الكلام ده يا مراد وانت طول عمرك كنت عايش برا؟ انا عشان طول عمري عايش برا بقول الكلام ده. طيب انا اقوم اطمن على عليا، اتاخرت قوي. لا 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 خليكي قاعده، عليا مش جايه. عليا بتعاقبني عشان انا سبت لها البيت. اهي عليا دي بتعشق النكد. الو، هاي اوكي. العياده ابتدت تشتغل؟ يعني احنا لسه في البدايه. تعرف ان الطب النفسي ده اكبر خرافه؟
وده بقى من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظري أنا شايفة إن مفيش حد في الدنيا يقدر يحل مشاكل حد. كل ما في الموضوع إن الناس مش لاقي حد يسمع، فبيدفعوا لك فلوس عشان تسمعه، بس كده. ما هو عشان أحل مشاكلهم لازم أسمعها. مراد، أنت ليه ما اتجوزتش الفترة اللي فاتت برا؟ على فكرة أنا سألتك السؤال ده قبل كده وأنت ما جاوبتنيش عليه. ببساطة أنا عندي مواصفات خاصة لسه ما لقيتهاش. ليه؟ ما لقيتش واحدة على مواصفاتك؟ فعلا ما لقيتش واحدة على مواصفاتي. غريبة قوي، مع أن أنا شايفة أن أنت إنسان عادي وفي غيري كمان ممكن يشوفوك أقل من العادي. هو العادي إيه بالنسبة لك؟ لا، أنا مفيش راجل في العالم لحد دلوقتي يستاهل أني أقيم. عشان مشكلتك كبيرة قوي. يعني إيه؟ يعني طول ما هتبصي في المراية وتشوفي بس هيام قدامك يبقى عندك مشكلة، وكل آرائك هتحتاج مراجعة. انت تعرف ايه عن حياتي عشان تقولي كلمتين دول؟ وبعدين انا ما اسمحلكش اساسا انك تتكلم معايا بالطريقة دي. انت في ايه؟ في راحة فيه؟ قولوا للدكتور بتاعكم ده ملوش دعوة بيا. اهدي شوية، عليا زمانها جاية في السكة، مش عايزة اشوف حد، فاهمة؟ مش عايزة اشوف حد. جامده قوي. ايام ازيك؟ ازيك يا وليد؟ بصراحه بقى انا حاسه ان انا زهقانه قوي. ايه رايكم اخدكم واعزمكم بره في اي حته؟ ده دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. واحنا ورانا ايه؟ انا بفكر نروح نرقص في ديسكوتيك. ديسكوتيك؟ انت بتتكلمي جد ولا ايه؟ طبعا بتكلم بجد. عموما مش عايزين تيجوا معايا، انتوا حرين، انا عن نفسي رايحه اسهر. لا وعلى ايه جايين؟ ها مش كده؟ طبعا. بس انا الصراحه بغير على خالتش. وهنرقص؟ هنعمل كل اللي انت عايزاه. بنتي دي حلوة، ظهر وجوه جديدة، تعال نبص بص كده. مساء الفل. مساء الخير. ايه يا حلاوة دي؟
الله في ايه؟ ما تحترموا نفسيكم يا حبيبي. كان فيه وخلص، مالك فيه ايه؟ مالك انت؟ الله في ايه يا وليد؟ استغفر الله. وليد الو. ايوه يا هيام، انت فين؟ ايوه يا مراد، احنا رايحين اسم عصر النيل، انا وليد ورامي. ايه اسم عصر النيل؟ بتعمل ايه في اسم عصر النيل؟ عملوا خناق، مش مهم ايه السبب دلوقتي، يلا طلعنا بسرعه. طيب خلاص خلاص انا جاي. عجبك اللي حصل ده؟ دي ناس ما عندهاش اي فكره عن الحريه. انا لازم اسافر، انا لا يمكن اقدر اعيش هنا. ما تدافعيش عن الغلط يا هيام. ايه اللي انت عملتيه ده؟ يعني ايه تروحي ديسكو مع شويه عيال؟ ايه زهقانه، الله اعمل ايه؟ قلت لهم تعالوا ننزل نتعشى بره. الحمد لله الحمد لله ان الشيف ما صحيش، كانت هتبقى كارثه. والحمد لله ان الموضوع انتهى على خير. انتهى على خير ازاي؟ انت ما شفتيش ايه اللي حصل لرامي؟ وانت يا استاذ اطلع على اوضتك قبل ما ابوك يصحى ويعمل لنا مشكله. هيعمل لي ايه يعني؟ هيفقع لي عيني التانيه؟ حاسس ان عينيا هتتفرتك من الالم. يلا اطلع اطلع عشان اعمل لك كمادات ميه سخنه. اتفضل. ماشي. وانت يا هانم اللي حصل ده ما يكررش تاني. اللي حصل ده يخليني افكر في السفر. سفر ايه بقى؟ انا مش هقعد هنا دقيقه واحده، انا هعمل كل اجراءاتي واطلع على باريس. محدش هيسمح لك بده. هام انت فاهمه الدنيا غلط خالص، وانا ما اقدرش اعيش بالطريقه دي. مش ممكن اليوم اللي انا افكر اني انزل اسهر فيه تنتهي الخروجه في الاخر في اسم البوليس عشان روحتي تسهري مع شويه عيال. انت تفكري ازاي؟ مراد من فضلك انا تعبت حقيقي، انا تعبت. كفايه بقى تهاجمني، هو انا كل محاوله مني لاستخدام حقوقي تنتهي المشكله كده؟ انا مش قادره اعيش حياتي، مش قادره اعيش سني. انا هسافر، فاهم يعني ايه؟ هسافر. سافر باريس؟ سافر باريس تعملي ايه؟ ده انا عندي فكره في دماغي تجنن. فكره ايه بس يا هام؟ تعرفي ان اغلب ريستورانات البيتزا المعموله هناك عاملينها مصريين؟ ده موضوع في منتهى البساطه، انا اسافر هناك وافتح محل البيتزا واعيش حياتي. لحسن انا تعبت قوي هنا يا نجوى. محل بيتزا؟ اخرتها محل بيتزا؟ اللي بتقوليه ده تخريف. تخريف؟ انت اصلك ما عشتيش في باريس. باريس دي جنة، بلد الحرية والنور. عشان خاطري يا نجوى سيبيني أحلم بقى. ما هو لو أحلامك دي مظبوطة أنا ما كنتش اتكلمت، لكن إزاي واحدة في ظروفك ممكن تعيش لوحدها في باريس؟ طب استني بس، استني عشان خاطري، استني فكري معايا. تخيلي كده بيت صغير دافي، أعمل كل كورنر فيه بمزاجي، أنزل الصبح أروح المحل افضل فيه طول النهار، ارجع بالليل اكون مهدوده انام. لا انام ايه؟ هو انا هضيع وقتي في النوم؟ انزل اعمل شوبينج في الشانزليزيه، بارفانات وهدوم. ياه. وبعدين بقى حياتك دي هتفضل كده لحد امتى؟ معرفش، يا اما انجح يا اما افضل. لا ان شاء الله هنجح. انت لازم تفهمي ان مفيش حد هيوافقك على الخطوه دي. اللي بتقوليه ده صعب، صعب قوي. وانتي مين قالك ان انا محتاجة اذن؟ مين قالك ان انا محتاجة ان حد يوافقلي؟ انا ما بقيتش قاصر، وبعدين كفاية بقى، خنقتوني، عشت سنين عمري كلها مخنوقة، سيبوني اشم نفسي بقى. في نائب رئيس مجلس اداره يسيب المكتب يضرب يقلب بالشكل ده؟ يعني هو في نائب رئيس مجلس اداره ملوش راي؟ ممكن يا جماعه ننسى الكلام اللي فات ده ونتفاهم؟ نتفاهم في ايه بس يا مراد؟ نتفاهم ايه؟ ما انت شايف حضرتك في موقف زي الزفت. انا ما بحطكش في اي موقف، لا زي الزفت ولا غيره.
انا كل يهمني مصلحتك. انا مش قادر افهم ازاي تسيب الجزائر يلوي دراعك بالشكل ده. سلمى دي لو بتحبك تنسى موضوع المشروع ده خالص. طب ايه رايك بقى ان انا مقتنع بالمشروع بغض النظر عن سلمى؟ مقتنع بالمشروع؟ خلاص يبقى احنا اللي نعمل المشروع مش مختار الجزائري. احنا مش ناقصنا اي حاجه. عماد انت لازم تفهم ان انا بفكر في مصلحه المجموعه. انت اللي هتبقى مسؤول عن المشروع ده بس هيبقى بفلوسنا وبارادتنا. عماد عماد وصلي؟ عندك ادنى شك ان انا بحبك جدا وان اهم حاجه بالنسبه لي مصلحتك؟ طب اعمل ايه انا بقى مع مختار؟ ترفض ترفض وتصمم على رايك. وهو اللي لازم يفهم ان احنا متفقين على كده. مفيش حد في الدنيا له الحق ان هو يقتحم المجموعه ويدخلها بالشكل ده. انا عايز اسالك سؤال واحد. هي سلمى رايها ايه دلوقتي؟ صباح الخير نجوى هاني، انا سلمى الجزائري. صباح النور يا سلمى، اهلا اهلا بيك يا حبيبتي. كنت عايزه اشوف لو حضرتك فاضيه اجيلك شويه. قوي قوي انا مستنياكي. طبعا ما كانش سهل عليا ابدا اني اجيلك النهارده، بس قد كده عماد بحبك وده اللي شجعني. انا تحت امرك. نجوى هانم، أنا وعماد بنحب بعض، بنحب بعض قوي، مستحيل هنقدر نسيب بعض. أنا تعبت من المشاكل اللي بين شريف بيه وعماد، وعلشان كده أنا جيت لك النهاردة عشان تساعديني تقفي جنبي. أنا للأسف بين نارين، يا أما أرضي بابي وأسيب عماد، يا أما المشروع اللي كانوا متفقين عليه يتم. نجوى هانم، أنا عايزاكي توقفي جنبي وتساعديني. بعدين المشروع ده هيبقى باسمي، وباسمي يعني هيبقى ملك عماد. أنا جيتلك علشان أنا عارفة ومتأكدة إنك تقدري تأثري على شريف بيه. مش سهل اللي بتقوليه ده، صعب قوي. أصل المسألة بالنسبة لشريف مش مسألة فلوس. أكيد أنت عارفة إن كان في خلاف بين باباكي وبابا شريف. وإيه اللي حصل له بعد كده؟ شريف مش عايز يغضب أبوه، وحاسس إن هو السبب في موته.